لا حدا يتحركوا مكانكم ولا حركة حركوا أرضكم ولا أي حركة. انت شو اللي عم تعمل؟ خلاص اذا حدا منكم رح يأتي بأي حركة او حدا تشاطر وخبر الشرطة رح فضي مسدسي براسه واحرق لك قلبك عليه. يلا خدوه. بابا لا تتركن ياخدوني، الحقوني. وين اخدينه؟ حدا يتصل بالسيد داران فورا، هو رح يقدر يساعدنا. اتركوني. مين انتو؟ لك شو بدكم مني اليوم؟ عرسي يا جماعة. بترجاكم تركوني يا عالم. شو بدكم مصاري؟ انا حاضر بس بترجاكم تركوني. قد ما بدك صرخ وعيط ما في اي حدا هون. طيب احكوا شو بدكم مني. دريم؟ دريم؟ شوفي انتو شو عم تعملوا؟ شو جابك لهون؟ ايه هلأ بتعرف وبتشوفوا. انا رح خبر ابوك بكل شي شفته. اتركوني خلص سكتت. دريم هي ليش هون؟ تجاسفيني ليكي، بدك تسمعيني للآخر. تركني. عم تخطفوا العالم ما هيك؟ رح خبر الشرطة بتشوف. الشرطة؟ ما رح اسمح لك بهالشي. تجاسفيني أنا رح فهمك ليش خطفنا. لا تشغلي بالك، لا تخبري حدا، اتفقنا؟ أنت كيف ما بدك يعني خبر حدا يا بريم؟ لو شو ما كان عامل هو ما بحق لكم تخطفوه للزلمة. تجاسفيني اسمعيني كتير منيح، ما بدي تتورطي بسببي، يعني مو ناقصك مشاكل. على أساس أنت خايف علي يعني؟ يلي عم تعمله غلط، ولو عامل شي بتخبر الشرطة وهي بتعرف كيف تحاسبه بالقانون. عم تفهم؟ نحن ببلد قانون. بس أبي هيك بيعمل، كل القانون بهالبلد بيطلع من عند أبي أنا. وبنصحك لا تناقشيني كتير،